وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك في حلقة امبارح شوربة كفتة البرغل بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها وسلطة السيزر بتفاصيلها، وعملنا كمان بطاطس كروكيت تعمليها اسطواني او تعمليها دائري وتحشيها حشوات كتيرة جدا، او تعملي كمان الفراخ المسخن مع خبز المسخن مع البتنجان المخلل المحشي السوداني. النهارده قررنا مع بعض نعمل بركان بطعم الفانيليا، كيكة البركان بطعم الفانيليا بطعم الشوكولاتة بطعم الكراميل بطعم الفستق بطعم المانجو بطعم الريد فيلفت. ست اطعمة اختاري واختاري، الفكرة واحدة، عندك صينية عندك بايركس عندك فورمة اعملي بيها قدامك اهو، ادي الفانيليا قدامك وادي الشوكولا قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وفي الفرن الكراميل والفستق كل حاجه اتخبزت قدامك وطلع قدامك بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها، وصوص الفانيليا وصوص الشوكولا وصوص الكراميل وصوص الفستق عملناهم قدامك بكل تفاصيلهم وحركاتهم وتكاتها. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعالى نعمل بطعم المانجو وبطعم الريد فيلفيت عشان ولادك اللي بيحبوه تعمله لهم. الافكار كتيره، خدي الافكار دي ووظفيها، ايه اللي ولادك بيحبوه، ايه اللون ايه الطعم ايه الشكل ايه الريحه اللي ولادك بيتجذبوا ليها واعملها لهم عشان تدنهم في ذاكرتهم على طول. طب تعالى نعمل بطعم المانجو. عندي الخمس بيضات برده وعندي كوبايتين السكر وعندي ذره الفانيليا بتاعتي، واحط لهم معلقتين من معجون المانجو، معلقتين معجون مانجو، واروح جايه ممكسه السكر والبيض والفانيليا ومعجون المانجا كويس قوي. خطواتك كده كلها قدامك على السرعه الاولى. هعمل الصوص بتاع المانجو، صوص المانجو جايب شوكولاته مانجو، وصوص الريد فيلفت جايب شوكولاته فراوله. قدامك اهو بالتفاصيل والحركات، ادي الشوكولاته بطعم المانجا وادي الشوكولاته بطعم الفراوله موجوده في السوبر ماركت، موجوده في السوبر ماركت. ادي المانجو وادي الفراوله، قدامك التفاصيل. وبعد كده يا عبد حسن هنعمل ايه؟ هحط اعمل الصوص وانا بعمل الكلام ده برضه، حطيت معلقتين ميه ونص كوبايه حاضر من العسل الجلوكوز زي ما انت شايف كده قدامك، الميه والعسل الجلوكوز يدوبوا على النار. وبعد كده ارجع هنا اهو اشوف عندي البيض والسكر والفانيليا ومعجون المانجا، ريحه المانجا طالعه عليا بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها، ميجر كاب فاضي. وبعد كده ادوب العسل الجلوكوز بتاعي مع الميه على النار، اتاكد ان هما دابوا كويس عشان اعمل الصوص بطعم المانجو. هنا عندي البيض والسكر والفانيليا مع معجون المانجو، يعلوا معايا شويه انزل عليهم بكوبايه زيت ذره. يا تفاصيلك واحده واحده كده مع بعض. بعد كده احط لك هنا بص على عسل الجلوكوز والميه، خطواتك كده كلها قدامك وتكنيك تكون قدامك. يبقى الميه غليت مع العسل الجلوكوز، ادي لها نص كوبايه سكر وادوبها كويس. دوبي العسل الجلوكوز مع الميه مع السكر كويس قوي سيبيه يغلي. ارجع هنا اهو البيض والسكر والفانيليا ومعجون المانجو وزيت الذره، عندي كوبايتين من الدقيق، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر وذره ملح عشان الرطوبه. واحده واحده كده مع بعض. واروح جايه طافيه المكنه دي واروح جايه ضيفاهم عليها كده بكل سهوله. هتتقل عندي، اعمل ايه يا حسن؟ اجيب لها كوبايه ميه دافيه. كوباية مية دافية فقط لا غير، وعيري عودي نفسك عيري. أحل الخليط ده اهو بتعمل المانجو، بص بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. سيبيها تنعم. وهنا اغلي العسل الجلوكوز مع المية مع السكر كويس قوي. في الأثناء دي أعمل الفرن برضو بنفس الطريقة اهو، معلقة سمنة أو زيت مادة دهنية، بطنيها بيها كويس، تأكدي إن في كل حتة عشان يثبت عليها الدقيق، أما نيجي نبطنها بالدقيق يثبت عليها الدقيق. خطواتك كده كلها قدامك.
وبعمل لك الفكره اكتر من مره عشان تثبت في دماغك، وتروحي جايه برضو محركه الدقيق في كل حته في الفورمه بتاعتك عشان يتثبت عليها، وبعد كده تنزليه في الفورمه الصغيره تطلع عندك بالشكل ده. وبنفس الطريقه الفورمه الصغيره تدحرجي فيها الدقيق في كل حته، وتروح جايه منفضاها تطلع عندك بالشكل ده. يا جمالك يا تفاصيلك. ارجع هنا اهو تاني لايه؟ السكر بتاعي والعسل الجلوكوز والميه. يا تفاصيلك العجان اللي بص نعمه ازاي بطعم المانجو بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكتر من كده. تعالى بقى البوله اجيبها لي عشان الصوص. اخد الخليط بتاعي بنفس التكنيك، المضرب ده انا نضفه لي يا محمد، وتعالى برضو بنفس التكنيك قدامك اهو. اصبه عشان ادخله الفرن على درجه حراره 180. بص عليه كده واستمتع، يا مانجو يا ريحه المانجو يا تركاته يا تفاصيله. قدامك التفاصيل كلها قدامك. وبعد كده برضو الفرن على درجه حراره 180 35 دقيقه، على ما اكون علقت على الريد فيلفت. يعني هتعمل كمان ريد فيلفت. بص هنا كده اتفقنا العسل الجلوكوز والميه والسكر يعملوا كراميل بيضه، عشان انا بعمل صوص المانجو. بص قدامك اهو عملوا كراميل بيضه، اروح ساحبها بره النار. ساحبها بره النار كده حاطط لها نص كوبايه كريمه او لبن، واقلبهم بره النار، وبعد كده ارجعهم تاني على النار يا ياسر. ارجعهم على النار ياخدوا غلوتين ثلاثه قبل ما احط لهم الشوكولاته بطعم المانجو. وادي الشوكولاته بتعمل المانجو. ارجع هنا اهو على ما يبدا يعمل عندي الخليط بتاعي، احط عندي في العجان بتاعي خمس بيضات وكوبايتين سكر وكوبايتين سكر وذره فانيليا، واروح جايبه لون غذائي احمر سائل او بودر، وابدا امكسهم مع بعض. خطواتك كده كلها قدامك، وابدا امكسهم مع بعض. يبقى حطيت الخمس بيضات وكوبايتين سكر وذره فانيليا، وحطيت ذره من اللون الاحمر الغذائي قدامك اهو. بص يا جمال، نعم نعم تفاصيلك قدامك اهو. اللون عندي بقى احمر مارلبورو، خد بالك من التفاصيل. هعمله مخملي ازاي؟ هقول لك اهو. بص المخملي الدقيق اهو، عشان يتعمل مخملي بديله نص معلقه صغيره من الكاكاو الغامق قدامك اهو، نص معلقه صغيره من الكاكاو الغامق عشان يدي لون مخملي، يكسر اللون ده، عشان يكسر اللون اللي في المكنه ده. واديله نص معلقه بيكنج باودر، واديله ذره ملح. ده عشان الريد فيلفت، لسه بقيت مقاديره ما اتعملتش. ارجع هنا اهو لصوص المانجو. تعالى بص الكريمه غليت وعملت كثافه، اروح حطلها كوبايه من الشوكولاته بطعم المانجو، واقلبها كده عندك يا تفاصيلك. قلب 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 قلب، تاخد غلوه وكله يتجانس مع بعضه عشان تدي عود وعرق، وتصبيها والكيكه تطلع من الفرن، تصب عليها الصوص وتقدميها سخنه لضيوفك او اولادك زي ما انت عايز. يا تفاصيلك، واحدة واحدة كده مع بعض. تاخد غلوة فقط لا غير، ما تستعجليش. على ما نشوف هنا الريد فيلفت. البيض اندمج مع السكر مع الفانيليا مع اللون الغذائي. وحطيت الدقيق، حطيت عليه ذرة من البيكنج باودر وذرة من الملح وربع معلقة كاكاو عشان لون مخملي. عندي كوباية زيت وكوباية لبن رايب مكان إيه؟ مكان المية الدافية لبن رايب. نعم عندي الخليط ده كده بنفس التكنيك، انزل له زيت الذره. ينعم عندي كويس قوي، وابص على الخليط بتاعي المانجو كده جاهز. بص مش محتاج اي حاجه، خد الغلوتين اهو زي ما انت شايف بتفاصيله بحركاته بتكاته. قدامك اهو التفاصيل، ياخد غلوتينه جاهز قدامك اهو. تمام، خد الغلوتين بتوعه، اروح جايه واخداه بعد ما ياخد الغلوتين كده واتاكد، اصبه يا عم ياسر عشان تشوف التكنيك والحركات والتفاصيل.
بص الصوص، بص الكراميليه، بص التريكات، بص الحركات قدامك اهو. واحنا بنعمل الريد فيلفت هنعمل برضو ايه، هنعمل الصوص بتاعه. بحط معلقتين من الميه، نص كوبايه عسل جلوكوز، ادفيها على النار واسيحهم مع بعض عشان اعمل بطعم الفراوله. وادي الشوكولاته بطعم الفراوله، خطواتك كده كلها قدام. ارجع هنا بعد ما ضفت الزيت على البيض والسكر والفانيليا واللون الغذائي الاحمر، اروح حاطه ايه، الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر وذره الملح، وهيبدا يتقل عندي وهو تقيل كده. احط له ايه، بص بقى اللون عامل ازاي، هيبدا ايه ينكسر اللون بتاعي. احله بلبن رايب، كوبايه لبن رايب، واخفق فيه يا تفاصيلك. وانا بعمل الخليط اجيب الفورمه بتاعتي اللي انا هسوي فيها بنفس التكنيك اهو، المع ماده دهنيه وابطنها دقيق برضو. بعد ما بطنتها ماده دهنيه ابطنها دقيق، واحركها كل اتجاه عشان اتاكد ان الكل حته واخبطها طلعت عندي كده يا جمال. وبنفس الطريقه امررها في كل حته واصبها هنا كده، وعندك اهو بنفس الطريقه يا جمال. ارجع هنا للصوص، عندي هنا العسل الجلوكوز والميه غليوا، ادي لهم نص كوبايه سكر وادوبهم مع بعض واسيبهم يعملوا كراميل بيضة. خد بالك من التفاصيل اهو قدامك، ما تستعجلش. ارجع هنا للكيكة البركان بطعم الريد فيلفت، بص كده التفاصيل، كيكة البركان بطعم الريد فيلفت، بص عملت ازاي، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكات. عندي انسيابي تمام، اروح جاي واخداها ومتأكدة ان الخليط بتاعي كله انسيابي عشان اطلع لك واحده ونشوف هنعمل فيها ايه. اقلب كله مع بعضه من كل الجناب ومن القاع بتاع حله المكنه عشان تتاكدي ان الخليط بتاعك كده هون سيابي كده مفيش فيه كل. بص التفاصيل يا عم ياسر، يا تريكاتك ويا حركاتك. فرنك على درجه حراره 180، 35 دقيقه عشان تستمتع بيه. ارجع للصوص، الصوص عندي بص عمل كراميل بيضة كده، اسحبه بره النار كده اهو، واحط له نص كوبايه كريمه او لبن، واقلبها بره النار كويس قوي كده. بعد ما قلبتها ارجعها تاني على النار تغلي، على ما تغلي مجهز لها انا كوبايه شوكولاته بطعم الفراوله قدامك يا حبوب. عندك ايه يا عم حسن؟ تعالى بقى اللي طلع بقى هعمل له، هحط عليه الصوص ازاي. بعد ما برد كده قدامك، بعد ما برد قدامك التفاصيل اهو، عندك بقى الكورنيه ده كده، عندك تقدر تعمل عليه تثبيته حلزوني كده بشوكولاته جناش اللي هي الشوكولاته بتاع البطرمان، وتعليها زي ما انت شايف كده قدامك اهو، واحده واحده. وبعد كده عشان الصوص ما ينزلش على الجناب، احنا بنعمل كده ليه؟ عشان تخلي الصوص جوه وهي سخنه تبدا تشرب الصوص بتاعك وتستمتعي بكيكه البركان بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تفاصيلك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده هنعمل عليها كمان واحده عاليه، تعال نشوف الدور الثاني. بعد ما هنعمل دي اعمل دور تاني، امشي عليها كده تاني عشان اعليها عشان الصوص يدنه جوه والكيكه تشربها، لان الكيكه عشان تقدميها لازم تقدميها سخنه. سخنه ازاي؟ تدخليها فرن او ميكروويف، تبقى عندك زي ما انت شايفه كده قدامك اهو طبقتين من الجناش عشان يحجزوا الصوص بتاع الفانيليا او الشوكولاته
او الفراوله او الريد فيلفيت او المانجا او اي حاجه زي ما انت شايف كده قدام. اهم حاجه يبقى حرف عالي. تمام يا جمالك، ارجع هنا اهو للصوص بتاع الفراوله يا جمالك. بص غلي هنا كده، بص عندك الكريمه بعد ما حطيتها اروح حط عليها كوبايه الشوكولاته الحبوب بطعم الفراوله. ادمج 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 كله قدامك اهو. دوب 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 دوب. تعال شوف الانسيابيه بتاعته هو نازل. تعال شوف كده. تفاصيل قدامك، احتاري واختاري. عملت لك ست اطعمه من كيكه البركان، ادي عندك ريد فيلفيت، عندك المانجو، ادي الكراميل قدامك، وعملت لك بطعم الشوكولاته الساده وبطعم الكراميل وبطعم الفانيليا وبطعم الفستق. احتاري واختاري بين الافكار كلها. الكيكه سهله جدا جدا، تسويتها سهله جدا جدا على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه، وبعد كده تحط لها الصوص اللي انت عايزاه. قدامك اهو التفاصيل، قدامك اهو. افتح الفرن، اقفل الفرن، مفيش مشكله. ليه؟ عشان ده اتفقنا مع بعض ان اوريدي كل التفاصيل كده قدام. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك يا عم ياسر. يبقى سهل جدا تعملي اللي انت عايزاه. اهم حاجه، اهم حاجه حضرتك تشوفي ايه امكانياتك الفنيه والماديه واعملي الحاجه اللي تسعد عيالك. التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.